عشاق تربية النحل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندخل مباشرة في الموضوع. العملية تتطلب فقط قليل من الشمع، يعني بعد وضعه في الغلاية طبعا، ثم نمسك بالإطار ونستعمل لوحة مستقيمة للغرض. إخوتي الكرام، يعني شمع موضوع للتذويب بشمع حتى قديم في الغلاية. عفوا إخوتي الكرام، اللوحة يجب أن تبلل بالماء قبل استعمالها، يعني بالماء البارد حتى قبل استعمالها، حتى لا يلتصق بها الشمع السائل. ونستعمل في الغرض، يعني في لتمرير الشمع، نستعمل للغرض فرشاة لتمرير الشمع على قطعة اللوح، والتي كما قلنا يجب أن تكون مستقيمة. إخوتي، هذه الطريقة هي لمربي النحل الذين لم تتوفر عندهم أساسات شمعية، خاصة في هذه الظروف الصعبة. والعمل في خلايا النحل يتطلب منهم إضافات الأساسات، فهذه الفكرة يعني قد تساعد كثيرا حتى لا يتعطل النحال، وحتى لا يبني النحل شهد بشكل يعني يكون عشوائي. والعملية ليست صعبة وغير مكلفة، وممكن استعمال القليل فقط من شمع النحل القديم. تستعملون في الغرض كما قلنا يعني غلاية وشمع نحل قديم على درجة تقريبا، يعني درجة حرارة مئوية تقريبا بين 60 و 65 درجة، هذا مكان يعني أو على نار هادئة يعني. المهم مسك الإطار، يجب وضع اللوحة في الوسط، في وسط الإطار بالضبط، حتى يكون يعني تكون قطعة الشمع مستقيمة. فقط يعني بعض الثواني وإبعاد قطعة اللوح كما تشاهدون على الشاشة. فقط ننصح يعني قطعة اللوح هي الميزان، ويجب أن تكون مستقيمة وفي وسط الإطار بالضبط. نفس المليمترات هي على اليمين هي نفسها على اليسار. ويجب أن تكون قطعة الأساس تربط الإطار من الأول للآخر، يعني حتى وتكون مستقيمة يعني، وننزع يعني الفتات الزائدة والأشلاء. ثم بعد ذلك إخوتي الكرام تنزلونها يعني هكذا للنحل بهذا الشكل، والنحل سيكمل الباقي، وبذلك تتمكنون في العمل في خلايا النحل حتى وإن لم تتوفر عندكم يعني أساسات شمعية. ليس شرط استعمال غلاية مخصصة للغرض لتذويب الشمع، فكل نحال وما يتوفر عنده يعني، فممكن استعمال غلاية بسيطة، المهم تكون مضاعفة، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. الكبيرة يوضع فيها الماء، والصغيرة يوضع فيها الشمع وتوضع على النار. يعني نتمنى إخوتي الكرام أننا قدمنا مساعدة للنحال المبتدأ، ونتمنى أن المعلومة وصلت. كان الله معكم، وإلى اللقاء.